من بشري إلى الأرز. هنا السكوت واجب لأن الطبيعة تتكلم. متزلجو ذلك الزمان، التلسياج كان موجودا. هنا مباراة أو مجرد فرشة. الأرز كانت الأيام هانية. الرقص يظهر لقاء الحضارات في هذا اللبنان الضرورة يوم ذاك. من الشمال إلى الجنوب. الجنوب أيام الخير، أزمة الشرق الأوسط في الخمسينات لم تكن تبحث عن الحل من هنا. الزهراني كان هناك. أزمة المحروقات لم تكن تقض مضاجع اللبنانيين، البنزين كثير والسيارات قليلة. طريق صيدا القديمة لا حواجز ولا تنظيمات ولا من يحزنون. خيرات السهول. سهل الدمور قبل أن تمر طريق فلسطين من هناك. دار الصياد طلعت الحازمية
عن يسارك المدافن صعودا إلى طلعة الجمهور والزفت جديد. كواع عرية صيفا والشتاء الله أعلم. مشارف علي في أوائل الخمسينات، هنا عاصمة الاصطياف. رويسات صوفر حيث ينزل الوشوات والبكوات في الصيف، والبقاع من فوق في عز مواسمه اللبنانية. الطريق إلى شتورة، تعنايل أعجبت المصور الإنجليزي، ويبدو أنه تذوق من عند الرهبان كل الألبان والأجبان، فمكثت كاميرته هناك وصور كل شيء. صور حتى الدجاجات والديوك. نايل بيض تعنايل يوم كانت كل 25 بيضة باليوم. هنا السلطان المخفي في سهل البقاع، وهو الفلاح اللبناني. وفي الطريق إلى بعلبك تمر بشتورة. بعلبك لم تكن القلعة قد رممت بعد، ومع 30 دقيقة التي أشرفت على نهايتها تقريبا، ولبنان الذي كان يحبه كميل شمعون، نترك للقلعة أن تكمل الكلام.